استمرارا للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، بدأ العدو الإسرائيلي تصعيدا ملحوظا على قطاع غزة على شكل ضربات وقصف جوي شبه يومي على القطاع. فقد أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين نجاة أحد قادتها من محاولة اغتيال نفذتها طائرة إسرائيلية وتسببت بإصابته بجروح خطيرة، فيما توعدت بالرد. طائرات الاستطلاع الصهيونية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل دراجة كان يستقلها أحد قادة المقاومة الفلسطينية في ألوية صلاح الدين الأيوبي. عملية الاستهداف أدت إلى إصابته بجروح وصفتها المصادر الطبية الفلسطينية بالخطيرة، كما أصيب أحد المارة بجروح متوسطة. هذا التصعيد والتهديدات مستمرة منذ فترة ولم يتوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. أعتقد أن دولة الاحتلال تحاول فرض معادلتها الخاصة بأنها بإمكانها القصف والقتل والاغتيال في كل وقت وفي كل زمان دون رد فعل من الفلسطينيين، وأعتقد أن هذه المعادلة يعني لن تنجح ولن يكتب لها نجاح. استهداف القادة الميدانيين في فصائل المقاومة الفلسطينية التي أقر بها الكيان الصهيوني جاءت وفقاً لزعم قيادات الاحتلال كرد على صواريخ المقاومة وتنفيذاً لتهديدات وزير الحرب موشيه يعلون بأن جيشه لن يسمح بتهديد أمن المستوطنين وأن الرد سيكون قاسياً. الاحتلال الصهيوني يحاول فرض سياسة جديدة على قطاع غزة بأن يقوم بقصف جزئي أو اغتيال جزئي للأفراد الذين يقومون بإطلاق الصواريخ. نحن نقول أن المقاومة مقاومة حكيمة ومسؤولة، هي كانت معنية وما زالت في التهدئة، ولكن إذا استمرت هذه السياسة ستقوم بدراسة الموقف وتقييمه وتقويمه، والموقف المقاومة هي موقف موحد، ولذلك نحن نحذر الاحتلال بأنه إذا استمر بهذه الطريقة سيكون لها عواقب أخرى. المراقبون أكدوا على استمرار المشهد الأمني على حاله بين غزة وتل الربيع المحتل، إطلاق صواريخ المقاومة صوب البلدات الصهيونية المحتلة، وقصف إسرائيلي على أهداف فلسطينية دون أن يصل التصعيد إلى حد الحرب أو المواجهة الشاملة. هذه العمليات التصعيدية الإسرائيلية لن تتجاوز هذا الحد، لن يكون هناك عملية موسعة، لأنه في العام 2012 ما قامت به المقاومة الفلسطينية من رسائل لقوات الاحتلال ألجمت دولة الاحتلال ووضعتها عند حد معين أمنيا، وبالتالي أعتقد أنه من الصعب جدا الحديث عن إمكانية الحدوث لعملية موسعة على قطاع غزة في الوقت الحالي. استهداف المقاومة ومطلقي الصواريخ سياسة صهيونية تحمل في باطنها رسائل عدة، وما بين الفعل ورد الفعل يبقى القادم مجهولا بما تحمله الساحة السياسية من مفاجآت. غادة خالد لقناة الكوت غزة.